النشرة الخامسة من قناة ليبيا، أهلا بكم. نستهلها بالعناوين. المركز الوطني يعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي شفاء أمس في ليبيا. اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في بنغازي تقرر جملة من الإجراءات للحد من انتشار الوباء. مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بغدامس يتلف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. أهلا بكم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي شفاء أمس الخميس. وأوضح المركز في بيانه رقم 111 أن الحالات توزعت بين طرابلس وسبها وبنغازي وجدابيا وزليت وكباو. هذه الإصابات تعرفه ليبيا يوميا، فالخميس سجل انخفاضا طفيفا مقارنة بيوم الأربعاء الذي شهد تسجيل 31 إصابة، ليتراجع العدد إلى 28 إصابة الخميس من أصل 786 عينة. المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفي بيانه رقم 111 أوضح أن الحالات المسجلة كانت منها 13 حالة جديدة و15 حالة لمخالطين، وقد توزعت الحالات على مدينة طرابلس بعشر حالات، ثم سبها التي سجلت خمس حالات، أما بنغازي فقد تم فيها تسجيل ثلاث حالات وثمان حالات في أجدابيا وحالة بزليتن وأخرى بكباو. المركز أشار أيضا في بيانه إلى تماثل حالتين للشفاء، ليكون بذلك إجمالي الإصابات 698 حالة، منها 540 حالة نشطة، أما المتعافون فقد بلغ عددهم 140 مع تسجيل 18 حالة وفاة. صحيح أن ليبيا تسجل يوميا أعدادا جديدة للإصابات وبصفة مستمرة، إلا أنها تبقى أعدادا بسيطة مقارنة مع التي تسجل عالميا. أما تفسير ذلك فقد سبق وأن أعطاه رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار حين صرح لقناتنا بأن العجز في المشغلات والتقيد بأعداد محددة في التحاليل هو ما يحول دون إظهار العدد الحقيقية، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا ويطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على مواجهة هذا الوباء مع إمكانياتها المحتشمة التي لم تتمكن حتى الآن من تغطية الأعداد المعلنة، فما بالك بالذي خفي. أكد مدير برج الأمل المعني باستقبال حالات الاشتباه بكورونا فادي فرطاس أن العمل بالبرج يسير على قدم وساق، خاصة بعد أن أعلن مستشفى الهواري العام عدم قدرته على استقبال أي إصابة بفيروس كورونا. أضاف فرطاس حسب المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي أنه تم تجهيز قسم الكلى سابقا في برج الأمل لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى وصول ثلاث إصابات جديدة تم إيواؤها على وجه السرعة في الغرف المجهزة، كما تم إيواء الحالات المخالطة بالدرجة الأولى في الدور الثالث من البرج. كشفت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة اليوم عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلدية، وأوضحت الغرفة في منشور لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن إجمالي الإصابات بلغ 27 منها 18 حالة نشطة، مشيرة إلى تعافي 9 مصابين من المرض وخضوع 17 حالة للعزل المنزلي، مع حالة إيواء واحدة وحالة خروج من الإيواء كذلك. أعلن مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالجفرة إعادة تجهيز وتفعيل الفرع لتقديم الخدمات للمواطنين، خصوصا وسط انتشار جائحة كورونا في البلاد. وأضاف مدير الفرع أن الجهود تأتي في إطار الرفع من مستوى الأداء في الفرع، موجها الشكر لكل من أسهم في دعم فرع المركز الوطني بالجفرة.
لتقديم واجب الشكر لمن كل من الجهات التي قدمت الدعم لهذا الفرع. أيضا حبينا العمل على تجهيز هذا الفرع لكون يقع في بلدية الجفرة وهي المنطقة الوسطى، حيث أن من الساحل من مدينة سرت إلى سبها لا يوجد أي فرع للمركز، يعني فرع بمعنى أن يكون فرع ناشط وفعال. فلهذا السبب سعينا أن يتم إعادة تفعيل هذا الفرع. من جانبه قال رئيس المجلس البلدي هون تيسير بشير أن فرع الجفرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض سيسهم بشكل كبير في مجابهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تجهيزه ب90% من المعدات اللازمة لمجابهة الجائحة. المركز الوطني فرع الجفرة كان لنا تعاون منذ البداية في تجهيز المقر الخاص بفرع. ما الأهمية من هذا التعاون هو مجابهة مثل هذه الأوبئة. ما يخص فيروس كورونا تم تجهيز والحمد لله الحمد بالمعدات اللازمة لمجابهة الفيروس في بلدية الجفرة، والآن اللمسات الأخيرة لعملية افتتاح المركز بإذن الله سيكون داعم قوي لمجابهة هذا الفيروس. بلدية الجفرة ما الأهمية من موقعها هي المنطقة الوسطى، وهي مكان العبور يعتبر والرابط بين الشرق والغرب والجنوب. كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمة العامة بالجفرة منصور المهدي قيام الشركة بحملة تعقيم واسعة للبلدية، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا. وقال المهدي في تصريح نقله المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنهم بصدد تقديم مساعدات بمواد تعقيم ومطهرات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الجفرة. أنا الشركة بعمليات التعقيم والتطهير في جميع البلدية وبالأخص في أماكن المستشفيات العامة والمصارف والشوارع، كما تقوم الشركة بعمليات النظافة والبخ ضد البعوض، كما تقوم الشركة بحملات على نطاق البلدية بالكامل، وتقوم بالتعاون مع المركز الوطني الفرع الجفرة. أعلن المجلس الرئاسي تمديد حظر التجول من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا لمدة 10 أيام إضافية ابتداء من يوم غد السبت، بالإضافة إلى فرض حظر تجول كامل لمدة 24 ساعة يومي الجمعة والسبت. كما أقر الرئاسي استمرار الحظر في مناطق الجنوب ومنع التنقل بين المدن ومنع المناسبات وإغلاق الأسواق الكبرى باستثناء أسواق المواد الغذائية، شرط التجديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، داعيا إلى تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة لتطبيق الحظر واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية والقانونية ضد المخالفين. أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في بلدية بنغازي أنها بصدد اتخاذ إجراءات احترازية تشمل منع الدخول إلى مدينة بنغازي للحد من انتشار الوباء. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده أمس رئيس اللجنة العميد عادل عبد العزيز مع عضوي اللجنة الصقر بوجواري وناصر الكديكي، تم خلاله بحث آخر مستجدات ظهور إصابة بفيروس كورونا في المدينة. وحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي فقد ناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ خطط متكاملة وعاجلة للحد من دخول المواطنين من خارج البلدية والتعامل مع الذين دخلوا بشكل عاجل لتفادي ظهور بؤرة وبائية جديدة، كما تم التأكيد على ضرورة تحمل كافة البلديات مسؤولياتها تجاه المصابين وعدم إحالتهم إلى بنغازي إلا بعد التنسيق والنظر في أسباب الإحالة. أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق إغلاق مداخل المدينة لمدة 7 أيام اعتبارا من أمس الخميس من بوابة عين الغزالة غربا إلى بوابة الخميس أو الخمسين جنوبا، مع منع دخول الخضروات والبطيخ والتمور القادمة إلى طبرق. هذا وطالب رئيس المجلس فرج بالخطابية عمداء بلدية درنة وأمرزم والبيضان وجدابية بإبلاغ التمركزات والمواطنين التابعين لهم بعدم السفر إلى طبرق. أصدرنا تعليماتنا بخفض حدود بلدية طبرق اعتبارا من تاريخ 23/6.
الحدود تقبل من بوابة التمركز عين الغزالة، تمركز الخمسين جنوبا، مع مراعاة الخضروات واللحوم المجمدة والمواد الغذائية التي تصل من بنغازي أو من المناطق البلديات المجاورة للبلدية. وحددنا اجتماع أوسع، وتم استدعاء الأخوة لأن الأمر خطير جدا ولا يستطيع. أجريت صباح أمس عملية جراحية قيصرية ثالثة في برج الأمل لسيدة من الجنوب الليبي مصابة بفيروس كورونا. كانت تعاني مشاكل صحية خطيرة هددت حياتها وحياة الجنينة، مما استوجب تدخلا جراحيا طارئا وإجراء العملية على الفور. وأوضحت اللجنة الطبية الاستشارية ببنغازي أن المصابة كانت مخالطة من الدرجة الأولى لإحدى الإصابات المؤكدة بكورونا، إلا أنه بالرغم من ذلك تمكن الأطباء من إجراء العملية لإنقاذ حياتها وحياة الجنين. قام الهلال الأحمر الليبي ومنظمة اليونيسف للطفولة بتنفيذ مشروع الطوارئ المشترك بينهما، حيث تم توزيع الحصص المخصصة للنساء والأطفال على الفروع المستقبلة لنازحين في عدد من المدن، وذلك استجابة للوضع الإنساني الطارئ وتلبية لاحتياجات النازحين من المنطقة الغربية. وحسب الصفحة الرسمية للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، فقد أزمت منظمة الغذاء العالمية بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمة الأمم المتحدة للمهاجرين بحصص غذائية وغير غذائية في كل من بنغازي وجدابيا والبيضة. قامت الهيئة الليبية للإغاثة وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس بتوزيع مساعدات على مركزي الإيواء بمدينتي شحات والبيضة. وأوضح فريق الهيئة أن المواد التي تم توزيعها على اللاجئين شملت فرشا وطرود عناية شخصية وملابس وغيرها من المستلزمات، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين بمدينة البيضاء وصل إلى 23 شخصا من جنسيات تشاد والسودان ومصر. كما أوضح فريق الهيئة أن عدد اللاجئين في مدينة شحات وصل إلى 30 شخصا من الجنسيتين اليمنية والصومالية. قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في غدام الصباح أمس بإتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمحظورة بسبب احتوائها على مواد ضارة وملونة، وذلك بعد ضبطها أثناء جولة مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية التي شملت عددا من المحلات بالمدينة. كعادته يخرج مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية غدامس في جولات تفتيشية على محلات المدينة والصيدليات ضمن مهامه الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، حيث استلم المركز الحقيبة التفتيشية وبها 5 أجهزة لقياس درجة حرارة الأجسام الصلبة للمواد الغذائية والزيوت ودرجة الحموضة. من خلال جولاتنا الميدانية التفتيشية التي قمنا بها خلال الربع الأول لسنة 2020، قمنا بضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تحتوي على الألوان المحظورة ومنها لسوء التخزين. وخلال الجولة تمكن فريق التفتيش من ضبط عدد كبير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. واليوم إن شاء الله نقوم بعملية إتلاف هذه المواد، وننوه المواطنين بأنهم ضروري من قراءة تاريخ انتهاء الصلاحية لكل سلعة غذائية. جولات ميدانية متواصلة تقوم بها مكاتب الرقابة على الأغذية والأدوية ليس فقط في غدامس وإنما في مختلف أنحاء ليبيا. بحث عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت مع عميد وأعضاء المجلس التسييري للبلدية المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس البلدي ووضع الحلول العاجلة لها. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر بلدية البيضاء، تطرق كذلك إلى استعراض بعض المشاريع المتعثرة بالبلدية كاستكمال مشاريع الصيانة وإنشاء الطرق، حيث تعهد عضو مجلس النواب بوضع الحلول النهائية لتلك المشاكل من خلال التواصل مع الحكومة الليبية بالخصوص. اليوم قمنا بزيارة لمجلس البلدية البيضاء
متابعه بعض المشاريع قائم بها المجلس من صيانه لبعض الطرق ومتابعه عقود بعض الجهات العامه داخل هذه البلديه. تعرف ان بلديه البيضاء عقود تجارفيه كبيره. اليوم طمنا العميد بان هناك عقود لصيانه بعض الطرق، كذلك وضع المستشفى وان هناك اقسام حيتم افتتاحها في القريب العاجل. تحدثنا على اخر تطورات العقود المبرمجه بخصوص مستشفى النساء والولاده ومستشفى عمر المختار. استضافت بلدية نالوت أمس اجتماعا موسعا لعمداء بلديات الجبل وباطن الجبل، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع والتحديات والصعوبات التي تواجه بلديات الجبل. الاجتماع تمت خلاله متابعة الوضع الصحي ببلديات الجبل في ظل تفشي جائحة كورونا، كما تم التباحث في مشاكل المياه والصرف الصحي وشركة الخدمات العامة، وكذلك الوضع الأمني بالمنطقة، إلى جانب مناقشة كيفية حل المختنقات المتعلقة بنقص السيولة النقدية في مصارف الجبل وأزمة الوقود. الفضل والشكر يرجع لبلدية نالوت على دعوتها لهذا الاجتماع لعمداء بلدية منطقة جبل نفوسة من غريان حتى مدينة غدامس، وذلك للاتفاق على وضع استراتيجية وخطة لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تمر بها البلديات في هذه المنطقة. هذه البلديات تمر حقيقة بمجموعة من المختنقات والمشاكل التي أثرت على حياة المواطن فيها. نحن إن شاء الله سنتفق على برنامج موحد نستطيع به أن نقف مع المسؤولين على حل هذه المشاكل، لأن هذه المشاكل الحقيقة أثرت تأثير كبير جدا على حياة المواطن. نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. المستشار صالح يبحث مع وزير الزراعة المواضيع المتعلقة بالوزارة. أهلا بكم مجددا. التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيل الصالح في مقر إقامته بمدينة القبة وزير الزراعة حسن الزيداني للوقوف على أعمال الوزارة. اللقاء تم خلاله استعراض جملة من الموضوعات المتعلقة بمتابعة أعمال وزارة الزراعة، من حيث توفير الأعلاف والتحصينات والأسمدة والبذور والسياسة التسويقية التي تضمن الإنتاج الوفير من الحبوب والخضروات ومشتقات الإنتاج الحيواني بما فيها الصوف والجلود. كما تم خلال اللقاء تدارس تداعيات جائحة كورونا على الأمن الغذائي وآلية دعم الوزارة بالخصوص. اختتم موظفو إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس في طرابلس نشاطا تدريبيا في مجال إدارة المواقع الإلكترونية والمنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق المفوضية فإن النشاط التدريبي الذي تواصلت أعماله على مدى 4 أيام في مقرها بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية تضمن عديد المحاور حول صناعة المحتوى وكيفية استخدام القوالب المناسبة للنشر، مع تطبيقات عملية حول تصاميم الإرشادية وتلخيص الفيديوهات، إضافة إلى المعلومات والضوابط المتعلقة بالنشر الإلكتروني.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، قام فريق من أعضاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع درنا بإحياء هذه المناسبة، وذلك من خلال توزيع مطويات إرشادية توعوية عن مخاطر المخدرات لتوعية المواطن من مخاطر هذه الآفة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير نتابع. إحياء لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف 26 من يونيو من كل عام، نظم فريق تابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة درنة حملة توعوية بهذه المناسبة. قام اليوم فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية درنة بالتوعية الإرشادية للمواطنين مدينة درنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بذلك المدينة. الحملة التوعوية تم خلالها توزيع مطويات إرشادية توعوية وبعض الملصقات عن مخاطر المخدرات، حيث تم التوزيع في بعض المفترقات الحيوية بمدينة درنة بهدف توعية المواطن من مخاطر هذه الآفة التي أثرت سلبا على المجتمع وخاصة شريحة الشباب. حيث قامت الفرع مكافحة المخدرات درنة بالإرشادات، وذلك بتوزيع المطويات والملصقات على المواطنين داخل المدينة على الجزر، وذلك بمجهودات أعضاء الفرع. وكذلك نشكر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير فرع مكافحة المخدرات على هذه المجهودات الجبارة، حيث أن هذه البادرة تكون يوم 26/6 في كل عام، وهي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. القائمون على الحملة أكدوا على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات من خلال التوعية المجتمعية من أجل الوصول إلى مجتمع خال من هذه الآفة الخطيرة التي تؤثر على حياة الإنسان وتقوض الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. تعاني بعض الأحياء في مدينة جدابية من شح ونقص مياه الشرب في منطقة يوجد بها أكبر خزان لمشروع النهر الصناعي، ويحاول العاملون بمكتب خدمات المياه والصرف الصحي في المدينة حل هذه الأزمة في ظل نقص الإمكانيات والمعدات وعدم وعي المواطنين بضرورة ترشيد المياه، بالإضافة إلى تفاقم الاعتداءات على خطوط الشبكة. مراسلنا في المدينة تابع مشكلة نقص المياه ورصد التقرير التالي نتابع. سودا تذهب محاولات المواطن أبو بكر سعيد لشفط مياه الشرب في هذا الحي المسمى حي أبو كنيشة في مدينة جدابية، والذي نفذت فيه شبكة حديثة لتوصيل المياه، وفي منطقة يقع فيها أكبر خزان لمشروع النهر الصناعي الذي يغذي مناطق ومدن عدة. طبعا المعاناة اللي نعانوا منها نحن هنا في موضوع المياه، موضوع المياه هذه قصة طويلة بصراحة، وتم التعاقد على الخط اللي يجي لحي أبو كنيشة، وللأسف للأسف جدا الشركة أو التشاركية اللي اشتغلت الخط بالخط العريض نقولوها سرقت الخط. لنا شهور ما شفناش المياه هذه، والمياه هذه إذا كان مالكش داير مضخة، نحن في منطقة انسيابية المفروض المياه تجينا انسيابي، إذا كان مالكش داير مضخة ويولع جارك مضخة أنت ما عادش تحصلها. رد المسؤولين في شركة المياه جدابية كان من خلال زيارة لموقع خزانات المياه الفرعية ولتفقد الواقع الراهن لغرف التحكم وما آل إليه حال المعدات في هذا الموقع وما نتج عن التوصيلات غير الشرعية والاحتداءات المتكررة على خطوط الشبكة. في ناس بتدين على شبكة المياه، الشبكة الرئيسية، وفي بعض من السيارات الحواشين يعبي من الحواشين، السيارات يعبي من الحواشين، وفي حلول نطلب المسؤولين يتحركوا معنا شويه كاي، وهذه جدابيه وقاعده بلا ميه تعاني مش للميه، حتى مشكله من خزان النار عندنا في مشكله، خزان النار بوضعنا جدابيه تسرب من بعد الخزان مش من قبل الخزان، عالقين لنا خط بغازي وخط صغير مش خط كبير يعني، وعندنا تربونتين خزانين، خزان واحد والثاني مسكرناه لغيناه بكل، تحل تربونتين طلع على الجبهه كلها مفيش ميه، محطه تعاني من جميع المشاكل، اول حاجه الازل الكلور عطلنا مفيش ازل كلور، الكلور مسعوق معالجه وتوب ما فيش اي مسعوق، الميه ماشيه على السيبين عادي، وتعاني من صيانه جوانيه داخليه ما فيش ولا حاجه، حمامات ما فيش، صيانه ما فيش، اناره ما فيش، الخزان بصيانه. وعن المشاريع التي تم التعاقد عليها سواء عن طريق المجلس البلدي او تلك التي اقرتها الحكومه المؤقته، اجاب المكلف بشركه المياه والصرف الصحي جدابيه قائلا:
وفي مشاريع أخرى تم التعاقد عليها عن طريق الحكومة الليبية المؤقتة من بلدية جدابية، وهي مشاريع توصيل فتحات لبعض الأحياء اللي هي شرق مدينة جدابية، وفي مشروع آخر تكلمنا عليه الفترة اللي فاتت مع عميد البلدية أن يتم توصيل فتحة من النهر لخزان جدابية للخط المغذي لمدينة جدابية. عمر الفاخري، قناة ليبيا، جدابية. قال نائب رئيس لجنة مكافحة وباء كورونا بسبها محمد بوخزام إن اللجنة توصلت إلى اتفاق يقضي بعودة عمل جميع المصارف بالمدينة مع بداية الأسبوع المقبل، موضحا في تصريح لقناتنا أن هذه الخطوة جاءت للتخفيف على سكان المدينة ممن توقفت إجراءاتهم المصرفية ومن يحتاجون لسحب مرتباتهم ومدخراتهم. أضاف أن اللجنة وضعت ضوابط واشتراطات صحية من أجل ضمان سلامة وصحة العاملين في القطاع المصرفي. تم الحقيقة مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي سبها ومدراء إدارات الفروع بالمصارف على أن يتم العمل داخلي، أن يتم البعد الآمن بين الأشخاص الموظفين اللي هو 2 متر على الأقل، أن يتم ارتداء الكمامات والقفازات اليد، أن يتم العمل من خلال مخاتير المحلات يستلموا الصكوك والإجراءات المطلوبة من المواطنين عن طريق مخاتير المحلات ويتم تسليمها للمصرف، ويتم أيضا تسليم السيولة لمخاتير المحلات ودفاتر الصكوك والإجراءات للمواطنين اللي يتم العمل من خلال مخاتير المحلات. نظمت الشركة العامة للكهرباء ورشة عمل في مدينة بنغازي لمناقشة مقترح تطوير شبكة 400 كيلو فولت، والذي تم تقديمه من قبل مستشار الدراسات بإدارة التحكم الجهوي الشرقية. وأوضح مدير التحكم بالمنطقة الشرقية أن هذا المقترح يتضمن اعتماد دائرتين بدلا من دائرة واحدة في المسار من محطة الشمال لتوليد محطة طبرق، وعلى المدى المتوسط يوصي المقترح بإنشاء محطة في مناطق شرق البيضاء وشرق بنغازي لتسهم في تغذية أحمال مدن المنطقة الشرقية والمناطق المحيطة بها، كما تضمن المقترح عددا من الحلول للرقي بالشبكة. اليوم عبارة عن مناقشة عرض مقدم بخصوص مقترح ربط محطة غرب بنغازي، محطة إنتاج طاقة بقدرة إنتاجية في حدود 200 ميجا وات. هذه المحطة من ضمن المشاريع المستقبلية في توسعة الشبكة ولتغطية الطلب على نمو الأحمال في المستقبل. المشاريع هذه مشاريع استراتيجية تواكب المخطط العام للتوسعة في الشبكة العامة على مستوى دولة ليبيا بالكامل. أعلنت الشركة العامة للكهرباء مد أسلاك كهربائية في منطقة المشروع في إطار صيانة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية. وأوضحت الشركة على صفحتها بفيسبوك أن فنيي ومهندسي فرق الصيانة بدائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع طرابلس قامت بمد أسلاك كهربائية بمسافة 300 متر على انعاج واحد بمنطقة المشروع. ننتقل الآن إلى أسعار العملات. وصلنا إلى ختام الخامسة، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. المركز الوطني يعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي شفاء أمس في ليبيا. اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في بنغازي تقرر جملة من الإجراءات للحد من انتشار الوباء.
مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بغدامس يتلف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. ختام النشرة، إلى اللقاء.